نعم، عمليات القصف المدفعي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات. قبل قليل وصلت إصابة لطفلة كانت تتواجد داخل إحدى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة نتيجة تطاير الحجارة وتطاير الشظايا على هذا المركز الذي يأوي المئات من النازحين في منطقة المخيم الجديد غرب النصيرات. وصلت إصابة خطيرة لطفلة لا تتجاوز يعني من العمر 10 سنوات. بطبيعة الحال عمليات القصف المدفعي هي عنيفة جدا، مركزة في مناطق المخيم الجديد في محيط منطقة جسر المغراقة. تقوم أيضا قوات الاحتلال المتقدمة المتوغلة في منطقة الزهراء ومحيط أبراج الأسرة بعملية قصف لمنازل المواطنين وعملية نسف أيضا لمباني سكنية تتواجد على يعني مقربة منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق بطبيعة الحال هي مخلاة بشكل تام من السكان، لكن كان هناك تطور ميداني في المنطقة الغربية لمنطقة النصيرات حتى وصلت هذه القذائف المدفعية على منطقة تعرف بتبت للويري إلى الغرب من مخيم النصيرات، تحديدا مدخل النصيرات البحري والواجهة البحرية للمخيم. القذائف المدفعية أصابت منزلا يعود لعائلة البردويل، أدى ذلك لاستشهاد طفل لا يتجاوز أيضا من العمر 8 سنوات، إضافة لستة إصابات نقلت لمركز العودة الطبي، فيما قصفت أيضا طائرة مسيرة بدون طيار مجموعة من المواطنين كانت تقوم بشراء الحطب على بالقرب من مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع، أدى ذلك لإصابة 4 مواطنين أحدهم مصاب جراحه بأنها بالغة الخطورة، بين هلالين إصابة ميؤوس منها حسب ما تقول يعني وزارة الصحة والطواقم الطبية نظرا للإصابة الخطيرة التي تعرض لها هذا الشاب. عمليات القصف هذا اليوم كانت ومنذ ساعات الليلة الماضية مركزة وسط القطاع ما بين مجزرة عائلة أبو غزة غرب دير البلح والتي أسفرت عن 5 من الشهداء. كان هناك مجزرة في منطقة المخيم الجديد، منزل يعود لعائلة حمادة، أدى ذلك لارتقاء 5 من الشهداء. عاودت هذه الطائرات الحربية واستأنفت عمليات الاستهداف المباشر لمنازل المواطنين حتى طالت منزلا يعود لعائلة الحاج بالنصيرات ومنزلا آخر يعود لعائلة أبو غفرة في منطقة مخيم 2 بالنصيرات، فيما قصفت أيضا الطائرات الحربية منزلا في منطقة السوارحة تحديدا في منطقة تعرف بأرض عباس، إضافة لمباني سكنية في المنطقة الشرقية والواجهة الشرقية لمخيم البريج. عمليات قصف مدفعي متواصل تقوم بها مدفعية الاحتلال في الواجهة الشرقية لوسط قطاع غزة بدءا من منطقة يعني دير البلح، منطقة المغازي، منطقة مخيم البريج، إضافة لمحيط شركة الكهرباء ومناطق أيضا في منطقة وادي غزة. جل هذه العمليات وعمليات القصف الإسرائيلي أثرت على أحوال الناس، كيف أن الناس الذين يتواجدوا في منطقة مخيم البريج لجأوا ونزحوا مجددا لمنطقة مخيم النصيرات، ومن يتواجد في منطقة النصيرات تحديدا المنطقة الغربية بسبب سياسة القصف العشوائي من قبل المدفعية نزحت هذه العائلات لا سيما في منطقة أبو معلم كما هو معروف، نزحت لمناطق بالزوايدة، ومنهم من لجأ هنا لمنطقة دير البلح هربا من القصف وهربا من عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يعني لا يزال مستمر ولا يزال متواصل حتى هذه اللحظات. حتى دير البلح التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة قصف الاحتلال المنازل، كان آخرهم هذا اليوم عندما قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العكلوك، أدى ذلك لارتقاء شهيد تحديدا في شارع البركة، فيما قصف أيضا مجموعة من المواطنين في منطقة جنوب أو شمال مدينة دير البلح، أدى ذلك لارتقاء 3 من الشهداء بينهم 2 من عائلة الحواجري وثالث من عائلة العجلة، وقد نقلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى. النهاية بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة، عدد الشهداء يرتفع، الغارات مركزة على منازل المواطنين وتطال المنازل التي تأوي العشرات من المواطنين لسيما المنومين في منازلهم لسيما القاطنين في مراكز الإيواء لسيما كذلك الذين يتواجدوا داخل خيامهم كما حدث مع عائلة أبو غزة عندما قصف الاحتلال خيمتهم التي نصبوها وأقاموها على ركام منزلهم، إلا أن ذلك أدى لارتقاء 4 من الشهداء بينهم 3 من الأطفال. أشكرك شكرا جزيلا لك محمود اللوح مراسل الغد كنت معنا من دير البلح. شكرا محمود.